انا عارف، وانا متخيل كمان، كنت بتفرج على المباراه وكنت متخيل لو كمان جماهير النادي الاهلي موجوده في المباراه اللي فاتت، اعتقد كان هتبقى سيمفونيه رائعه، يعني اداء جوه الملعب، وكمان كنت هتلاقي الاغاني، وكنت هتلاقي التشجيع باحترام، وهتلاقي سبورت من جماهير النادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم ان طبعا يعني كل الامور ديت احنا نتمنى، ولكن الكاف هو المسؤول الاول عن طبعا حضور الجماهير.